الحيوان الرابع. شايفين؟ أول مرة أشوفه بصراحة، ما شفتوش قبل كده. شايفين شكله عامل إزاي؟ أنا أعرف اسمه دلوقتي، بس أنا لقيته عشان في زحمة شوية، فقلت أصوره الأول بعدين أروح على الوصف ونعرف الاسم. بس شايفين الشكل؟ هو بس الإضاءة مش واضحة، لأن هو من الكائنات الليلية، فهو المكان مظلم جدا، ضلمة. بس هو ده شكله. هنشوفه من الناحية التانية. اسمه الماس الهندي المتوج، حيوان ليلي يعيش في الأحجار والكهوف الصغيرة أثناء النهار. بس البيئة بيعيش في المناطق ذات الغطاء النباتي المعتدل، موجود في معظم البيئات باستثناء الصحراء الحقيقية. دي كل المعلومات الموجودة عنه. هنا في معلومة تانية بيقولك ان هو بيعتبر من اكبر القوارض في شبه الجزيرة العربية. بيصدر صوت لأول ما بيقرب من الفريسة، فالريش اللي موجود في الفيديو اللي انتوا شفتوه، فالريش ده بيعمل صوت، الصوت ده بيكون زي صوت الحية المجلجلة الثائرة. ده كل الوصف. استنونا في الحيوان اللي جاي.